حدثنا إسحاق بن إبراهيم السواق، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا زمعة بن صالح عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وشرب من لبنها، ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال: إن له دسما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قلت: ما هي إلا أنت؟ فضحكت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ، وربما فعله بي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: فيه الوضوء وفي المني الغسل. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل، قال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، يعني ليغسله ويتوضأ. حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة فأكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منية عن ابن عباس أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال: إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع سمعت سفيان يقول لزائدة بن قدامة: يا أبا الصلت، هل سمعت في هذا شيئا؟ فقال: حدثنا سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل الخلاء فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة أنبأنا سلمة بن كهيل أنبأنا بكير عن كريب قال: فلقيت كريبا فحدثني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا شريك عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا الفضل بن مبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا عبد الرحمن بن زياد
عن أبي لطيف الهذلي قال: سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب في مجلسه في المسجد، فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى، ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى، ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى، ثم عاد إلى مجلسه. فقلت: أصلحك الله، أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال: أو فطنت إلي وإلى هذا مني؟ فقلت: نعم. فقال: لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات. حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا، حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن معمر بن راشد عن الزهري أنبأنا سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالوا: حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه، فقلت: مما دارك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء إلا من ريح أو سماع. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثة لم ينجسه شيء. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو الوليد وأبو سلمة وابن عائشة القرشي قالوا: حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه. حدثنا أبو مصعب المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تلدها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك عن طريف بن شهاب قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر بن عبد الله قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الماء لا ينجسه شيء، فاستقينا وأروينا وحملنا. حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قالا: حدثنا مروان بن محمد حدثنا رشدين أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء
إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب، عن قابوس بن أبي المخارق، عن لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. حدثنا حوثرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قالا: حدثنا معاذ بن هشام، أنبأنا أبي عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، عن أبي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أحمد بن موسى بن معقل، حدثنا أبو اليمان المصري قال: سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قال: قلت لا. قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال: قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال لي: نفعك الله به. حدثنا عمرو بن علي ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العظيم قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا يحيى بن الوليد، حدثنا محل بن خليفة، أخبرنا أبو السمح قال: كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بالحسن أو الحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رشه، فإنه يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب، عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. حدثنا أحمد بن عبده، أنبأنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فوسب إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد احتضرت واسعا. ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول، فقال الأعرابي بعد أن فقه فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني لذكر الله وللصلاة. ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عبد الله، عن عبيد الله الهذلي قال محمد بن يحيى وهو عندنا ابن أبي حميد، أنبأنا أبو المليح الهذلي عن واثلة بن الأسقع قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا. فقال: لقد حضرت واسعا، ويحك أو ويلك. قال: فشج يبول، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
دعوه، ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مالك بن أنس، حدثنا محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. حدثنا أبو كريب، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض يطهر بعضها بعضا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن بيني وبين المسجد طريقا قذرة، قال: فبعدها طريق أنظف منها، قلت: نعم، قال: فهذه بهذه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، وحدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا يحيى بن سعيد جميعا عن مسعر عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وأنا جنب، فحدت عنه فاغتسلت ثم جئت، فقال: ما لك؟ قلت: كنت جنبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني، أنغسله أو نغسل الثوب كله؟ قال سليمان: قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه، ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة، وأنا أرى أثر الغسل فيه. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، وحدثنا محمد بن طريف، حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة قالت: ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فاحتلم فيها، فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه، ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدته عنه. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. حدثنا هشام بن خالد الأزرق، حدثنا الحسن بن يحيى الخشني، حدثنا زيد بن وافد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال:
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه، فلما انصرف قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال: نعم، أصلي فيه وفيه، أي قد جامعت فيه. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يحيى بن يوسف الزمي، وحدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: نعم، إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، وحدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد، حدثنا أبي وابن عيينة وابن أبي زائدة جميعا عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء حتى فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا عمران بن موسى الليثي، حدثنا محمد بن سواء، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين، فقال: إنكم لتفعلون ذلك؟ فاجتمعا عند عمر، فقال سعد لعمر: أفت ابن أخي في المسح على الخفين. فقال عمر: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا. فقال ابن عمر: وإن جاء من الغائط؟ قال: نعم. حدثنا أبو مصعب المدني، حدثنا عبد المهيمن بن العباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، حدثنا عمر بن المثنى عن عطاء الخراساني عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: هل من ماء؟ فتوضأ ومسح على خفيه، ثم لحق بالجيش فأمهم. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن أبي بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا بقية عن جرير بن يزيد قال: حدثني منذر، حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه، فقال بيده كأنه دفعه: إنما أمرت بالمسح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق، وخطط بالأصابع. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين، فقالت:
ائت علي فسل، فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا فسألته عن المسح، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بنت ثابت قالت: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بنت ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أيام أحسبه، قال: ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم الثمالي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله، ما الطهور على الخفين؟ قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. حدثنا حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد المصريان قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأ يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته القبلتين كلتيهما، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ حتى بلغ سبعة. قال له: وما بدا لك؟ حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن الحكم بن عبد الله البلوي عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر فقال: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت السنة. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا معل بن منصور وبشر بن آدم قالا: حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال المعلى في حديثه: لا أعلمه إلا قال: والنعلين. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. حدثنا دحيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع سلمان
فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء، فقال له سلمان: امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. حدثنا محمد بن رمح، حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر أنه قال: سقط عقد عائشة فتخلفت لالتماسه، فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الناس، فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم، قال: فمسحنا يومئذ إلى المناكب، قال: فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقال: ما علمت إنك لمباركة. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، وحدثنا أبو إسحاق الهروي، حدثنا إسماعيل بن جعفر جميعا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال عمر: لا تصلي. فقال عمار بن ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن الحكم وسلمة بن كهيل أنهما سألا عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم، فقال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يفعل هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه، قال الحكم: ويديه، وقال سلمة: ومرفقيه. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، أولم يكن شفاء العي السؤال؟ قال عطاء:
وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس: حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثة ثم أفاض على فرجه ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثة ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي حدثنا جميع بن عمير التيمي قال: انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة فسألناها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غسله من الجنابة، قالت: كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها الإناء ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم إلى الصلاة، وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا خمس مرار من أجل الظفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن فضيل جميعا عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال: ثلاثة. فقال الرجل: إن شعري كثير. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر قال: قلت يا رسول الله، أنا في أرض باردة، فكيف الغسل من الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأحثو على رأسي ثلاثة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة سأله رجل: كم أفيض على رأسي وأنا جنب؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه ثلاث حثيات. قال الرجل: إن شعري طويل. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى السدي قالوا: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. قال سفيان: فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل: يا فتى، يشد هذا الحديث بشيء. حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي
حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد عن سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس قال: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من جميع نسائه في ليلة. حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهن، فقيل له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال: هو أزكى وأطيب وأطهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ. حدثنا محمد بن عمر بن هياج حدثنا إسماعيل بن صبيح حدثنا أبو أويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب: هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي بن أبي طالب فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه، وربما قال: ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. قال أبو الحسن: وحدثنا أبو حاتم حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الحارث بن وجيه حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني عتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع حدثني أبو أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها. قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان
عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعارة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال: نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل. فقلت: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها إذا. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أيكون هذا؟ قال: نعم، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد طهرت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر نساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. حدثنا أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى المصريان قالا: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا: حدثنا غندر ومحمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قالا: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم أخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، أنبأنا يونس عن الزهري قال قال سهل بن سعد الساعدي، أنبأنا أبي بن كعب قال إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم يرى أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا يحيى بن الوليد، أخبرني محل بن خليفة، حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني فأوليه قفاي وأنشر الثوب فأستره به. حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر فلم أجد أحدا يخبرني حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح 8 ركعات. حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني، حدثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني، حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بأرض فلا ولا فوق سطح لا يواريه فإن لم يكن يرى فإنه يرى. حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به. حدثنا بشر بن آدم، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا حماد بن زيد، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا حديث وكيع. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق إملاء علي من كتابه، وكان السائل غيري. أنبأنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمر بن طلحة، عن أم حبيبة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة، قالت: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، قالت: فوجدته عند أختي زينب، قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، قال: وما هي؟ أي هنتا؟ قلت: إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة، وقد منعتني الصلاة والصوم، فما تأمرني فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قلت: هو أكثر. فذكر نحو حديث شريك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين. قال أبو بكر في حديثه: وقدرهن من الشهر، ثم اغتسلي واستشفري بثوب وصلي. حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنب الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى قالا: حدثنا شريك عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي عن الزهري، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش، أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحضت حيضة منكرة شديدة. قال لها: احتشي كرسفا. قالت له: إنه أشد من ذلك، إني أثج ثجا. قال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي غسلا، فصلي وصومي 23 أو 24، وأخر الظهر وقدم العصر، واغتسلي لهما غسلا، وأخر المغرب وعجل العشاء، واغتسلي لهما غسلا، وهذا أحب الأمرين إلي. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا:
حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال اقرصيه واغسليه وصلي فيه. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أن امرأة سألتها أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البهي عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال ليست حيضتك في يدك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي وأنا حائض وهو مجاور تعني معتكفا فأغسله وأرجله. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فست؟ قلت وجدت ما تجد النساء من الحيضة، قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم، قالت فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف، قالت فدخلت معه. حدثنا الخليل بن عمرو حدثنا ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة؟ قالت كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا
حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه: انقضي رأسك. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم. قالت: وسألته عن الغسل من الجنابة فقال: تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المخدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأشرب من الإناء فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت ولا يأكلون ولا يشربون. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محجوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر. قال: إنما هي عرق أو عروق. قال محمد بن يحيى: يريد بعد الطهر بعد الغسل. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قالت: لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي
حدثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم أو سلم شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه. حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط بعضه عليه وعليها بعضه وهي حائض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت؟ فقالت نعم. فشق لها من عمامته فقال اختمري بهذا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قالا حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت تخطب الحائض؟ فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نخطب فلم يكن ينهانا عنه. حدثنا محمد بن أبان البلخي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. قال أبو الحسن بن سلمة أنبأنا الدبري عن عبد الرزاق نحوه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الدلو. حدثنا أبو مروان حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع وكان قد عقل مجة مجها رسول الله
صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان، حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة، عن عائشة قالت: ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر: كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا مسلم بن سعيد عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، وحدثنا ابن حميد، حدثنا زيد بن الحباب قالا: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، قال: فرجع. حدثنا محمد بن الصباح وأحمد بن سنان قالا: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، أنبأنا سفيان، وحدثنا علي بن ميمون الرقي، حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال: صل معنا هذين اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان من اليوم الثاني أمره فأذن الظهر فأبرد بها وأنعم أن يبرد بها، ثم صلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أنه كان قاعدا على مياثر عمر بن عبد العزيز في إمارته على المدينة ومعه عروة بن الزبير، فأخر عمر العصر شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة. قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد، تعني من الغلس. حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل والنهار. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا نهيك بن يريم الأوزاعي حدثنا مغيث بن سمي قال صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة؟ قال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان سمع عاصم بن عمر بن قتادة وجده بدري يخبر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجركم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة عن سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجير التي تدعونها الظهر إذا ضحضت الشمس. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قال الخطان حدثنا أبو حاتم حدثنا الأنصاري حدثنا عوف نحوه حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشك بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري
عن عروة عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتي لم يظهرها الفيء بعد. حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا حفص بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يزيد بن هارون قالا حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فقال حبسونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله. حدثنا أبو يحيى الزعفراني حدثنا إبراهيم بن موسى نحوه حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد قال سئل أنس بن مالك هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر
حبط عمله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حجاج، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها، قال: يصليها إذا ذكرها. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. حدثنا حرمنة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري. قال: وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. حدثنا أحمد بن عبده، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: ذكروا تفريطهم في النوم، فقال: ناموا حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد. قال عبد الله بن رباح: فسمعني عمران بن الحصين وأنا أحدث بالحديث، فقال: يا فتى انظر كيف تحدث، فإني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما أنكر من حديثه شيئا. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى المصريان قالا: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. حدثنا جميل بن حسن، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر نحوه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا: حدثنا عوف عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو نعيم، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء
ولا ثمر بعدها. حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب وعلي بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمر بعد العشاء، يعني زجرنا. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء وإنهم ليعتمون بالإبل. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة وحدثنا يعقوب بن حميد حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. زاد ابن حرملة فإنما هي العشاء وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل. حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فنحت، فأري عبد الله بن زيد في المنام قال رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، فقلت له يا عبد الله تبيع ناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت أنادي به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى. قال يا رسول الله رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، فقص عليه الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد رأى رؤيا، فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منك. قال خرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها. قال فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى. قال أبو عبيد فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الأذان كثيرا، إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا، في ليال والى بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا. حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى. فأري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا به فأذن. قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله، قد رأيت مثل الذي رأى، ولكنه سبقني. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا أبو عاصم أنبأنا ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز، وكان يتيما في حجر أبي محذورة بن معير حين جهزه إلى الشام، فقلت لأبي محذورة: أي عم، إني خارج إلى الشام وإني أسأل عن تأذينك. فأخبرني أن أبا محذورة قال: خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون، فصرخنا نحكيه نهزأ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه، فقال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار إلي القوم كلهم وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني وقال لي: قم فأذن. فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى علي رسول الله التأذين هو بنفسه، فقال: قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال لي: ارفع من صوتك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم على ثدييه، ثم على كبده، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال: نعم، قد أمرتك. فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرني ذلك من أدرك أبا محذورة على ما أخبرني عبد الله بن محيريز. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا همام بن يحيى عن عامر الأحول أن مكحولا حدثه أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة 17 كلمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاة عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء، فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية عن مروان بن سالم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين، صلاتهم وصيامهم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. حدثنا عمر بن رافع، حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا الإفريقي عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. حدثنا أبو إسحاق الشافعي، إبراهيم بن محمد بن العباس، حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله. حدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال حدثنا هشيم أنبأنا أبو بشر عن أبي المليح بن أسامة عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان حدثتني عمتي أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن
قال كما يقول المؤذن. حدثنا أبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي غفر له ذنبه. حدثنا محمد بن يحيى والعباس بن الوليد الدمشقي ومحمد بن أبي الحسين قالوا حدثنا علي بن عياش الألهاني حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه وكان أبوه في حجر أبي سعيد قال قال لي أبو سعيد إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل ركب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر له ما بينهما. حدثنا محمد بن بشار وإسحاق بن منصور قالا حدثنا أبو عامر حدثنا سفيان حدثنا عثمان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن عيسى أخو سليم القاري عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم. حدثنا أبو كريب حدثنا مختار بن غسان حدثنا حفص بن عمر الأزرق البرجمي عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس وحدثنا روح بن الفرج حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا 7 سنين كتب الله له براءة من النار. حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي الخلال قالا حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا المعتمر بن سليمان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عمر بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد حدثنا عمار بن سعد
مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني أبي عن أبيه عن جده أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة. حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد، حدثني معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني أبي محمد بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال: رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم واحدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يميس، فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا عبد الجبار بن عمر عن ابن أبي فروة عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن أبي عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا ليث بن سعد، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا داود بن عبد الله الجعفري عن عبد العزيز بن محمد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة، حدثني أبو الأسود عن عروة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص خطا أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك قال: كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار، وكان فيه نخل ومقابر للمشركين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثامنوني به. قالوا: لا نأخذ له ثمنا أبدا. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم يناولونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد
حيث أدركته الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو همام الدلال، حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن أعين، حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وسئل عن الحيطان تلقى فيها العذرات فقال إذا سقيت مرارا فصلوا فيها، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه، وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا عبد الله بن يزيد عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة. حدثنا علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين قالا حدثنا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة والمزبلة، والمجزرة والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا محمد بن حمير، حدثنا زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحارث بن نبهان، حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخطوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الله بن نمير، أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن يعيش بن قيس بن طخفة حدثه عن أبيه وكان من أصحاب الصفة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا، فانطلقنا إلى بيت عائشة وأكلنا وشربنا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم نمتم هاهنا، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال فقلنا بل ننطلق إلى المسجد. حدثنا علي بن ميمون الرقي، حدثنا محمد بن عبيد، وحدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر الغفاري قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما.
ثم الأرض لك مصلى، فصل حيث ما أدركتك الصلاة. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري، وكان قد عقن مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في بئر لهم، عن عتبان بن مالك السالمي، وكان إمام قومه بني سالم، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد أنكرت من بصري، وإن السيل يأتي فيحول بينه وبين مسجد قومي ويشق علي اجتيازه، فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل. قال: أفعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار واستأذن، فأذنت له ولم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه، فصلى بنا ركعتين، ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهم. حدثنا يحيى بن الفضل المقري، حدثنا أبو عامر، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فخط لي مسجدا في داري أصلي فيه، وذلك بعدما عمي، فجاء ففعل. حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك قال: صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه. قال: فأتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول، فأمر بناحية منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه. قال أبو عبد الله بن ماجة: الفحل هو الحصير الذي قد اسود. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون، حدثنا محمد بن صالح المدني، حدثنا مسلم بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وأحمد بن الأزهر قالا: حدثنا مالك بن سعير، أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطهر وتطيب. حدثنا رزق الله بن موسى، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية عن خالد بن إياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي سعيد الخدري قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري. حدثنا محمد بن عثمان العثماني أبو مروان، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا محمد بن طريف، حدثنا عائد بن حبيب عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف من الصلاة:
إن أحدكم إذا كان في الصلاة كان الله قبل وجهه، فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن أبي سنان سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا بن لهيعة وحدثنا أبو كريب، حدثنا حاتم بن إسماعيل جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي أبي الأسود عن أبي عبد الله مولى شداد بن الآد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطانا الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو نعيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عبد الملك بن ربيع بن سبرة بن معبد الجهني أخبرني أبي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وعبد الوهاب بن الضحاك قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان، حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة
حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدخل في الصف، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري، حدثنا الفضل بن الموفق أبو الجهم، حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي، حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المشاؤون إلى المساجد في الظلم أولئك الخواضون في رحمة الله. حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي، حدثنا يحيى بن الحارث الشيرازي، حدثنا زهير بن محمد التميمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبشر المشاؤون في الظلم بنور تام من يوم القيامة. حدثنا مجزأة بن سفيان بن أسيد مولى ثابت البناني، حدثنا سليمان بن داود الصائغ عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. حدثنا أحمد بن عبده، حدثنا عباد بن عباد المهلبي، حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان المهدي عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة، وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعت له فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمض ويرفعك من الوقع ويقيك هوام الأرض. فقال: والله
ما أحب أن بيتي بطنب بيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو في أثره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسب. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال: أرادت بنو سلمة أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقام. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن سناك عن أكرمة، عن ابن عباس قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يقتربوا، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: فثبتوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته 25 درجة. حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كبير ضرير شاسع الدار، وليس لي قائد يلاومني، فهل تجد من رخصة؟ قال: هل تسمع النداء؟ قلت: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، أنبأنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو أسامة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحكم بن ميناء أخبرني ابن عباس وابن عمر أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. حدثنا عثمان بن إسماعيل الهذلي الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال عن ترك الجماعة، أو لأحرقن بيوتهم.
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، حدثني عيسى بن طلحة، حدثتني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا حماد عن ثابت عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. حدثنا أبو كريب، حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية. حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو أسامة، حدثني عبد الحميد بن جعفر، حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني جعفر بن سليمان الضبعي، حدثني علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة. قال: فقلت: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ فأخبرني ما تقول. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عمران قالا: حدثنا أبو معاوية،
حدثنا حارثة بن أبي الرجال عن عمرو عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن عاصم العنزي، عن ابن جبير بن مطعم عن أبي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ثلاثة، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، ثلاثة، سبحان الله بكرة وأصيلا، ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. حدثنا علي بن المنذر، حدثنا ابن فضيل، حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن إدريس، وحدثنا بشر بن معاذ الضرير، حدثنا بشر بن المفضل قالا: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه. حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم أنبأنا هشيم أنبأنا الحجاج بن أبي زينب السلمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى، فأخذ بيدي اليمنى فوضعها على اليسرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك، وحدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبكر بن خلف وعقبة بن مكرم قالوا: حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن قيس بن عباية، حدثني ابن عبد الله بن المغفل عن أبيه قال: وقلما رأيت رجلا أشد عليه في الإسلام حدثا منه، فسمعني وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع رجلا منهم يقوله، فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك وسفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: والنخل باسقات لها طلع نضيد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في الفجر كأني أسمع قراءته: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس.
حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عباد بن العوام عن عوف عن أبي المنهال عن أبي برزة وحدثنا سويد حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي حدثه أبو المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وعن أبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالمؤمنون، فلما أتى على ذكر عيسى أصابته شرقة فركع يعني سعلة. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا وكيع وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. حدثنا أزهر بن مروان حدثنا الحارث بن نبهان حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا إسحاق بن سليمان أنبأنا عمرو بن أبي قيس عن أبي فروة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. قال إسحاق هكذا حدثنا عمرو عن عبد الله لا أشك فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثنا ربيعة بن يزيد عن قزعة قال سألت أبا سعيد الخدري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك في ذلك خير. قلت بين رحمك الله. قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فيخرج أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته فيجيء فيتوضأ فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال لاضطراب لحيته. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا المسعودي حدثنا زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال اجتمع 30 بدريا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك، وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر. حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام الدستوائي
عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا. حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبة عن هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه قال أبو بكر بن أبي شيبة هي لبابة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال جبير في غير هذا الحديث فلما سمعته يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى قوله هل يأتي مستمعهم بسلطان مبين كاد قلبي يطير. حدثنا أحمد بن بديل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة جميعا عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة قال فسمعته يقرأ بالتين والزيتون. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا ابن أبي زائدة جميعا عن مسعر عن عدي بن ثابت عن البراء مثله قال فما سمعت إنسانا أحسن صوتا أو قراءة منه. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك. حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيل قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة فإني أكون أحيانا وراء الإمام فنمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن الفضيل وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر جميعا عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها. حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب
فهي خداج فهي خداج. حدثنا علي بن محمد حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال سأله رجل فقال أقرأ والإمام يقرأ؟ قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال رجل من القوم وجب هذا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. حدثنا جميل بن الحسن بن جميل العتكي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن الحصين، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أن سمرة قد حفظ. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. حدثنا محمد بن خالد بن خداش وعلي بن الحسين بن أشكاب قالا حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة قبل القراءة وسكتة عند الركوع، فأنكر ذلك عليه عمران بن الحسين فكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب فصدق سمرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فإذا كان عند القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أكيمة قال سمعت أبا هريرة يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح، فقال هل قرأ منكم من أحد؟ قال رجل أنا. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. حدثنا جميل بن الحسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، وزاد فيه قال فسكتوا بعد فيما جهر فيه الإمام. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا بكر بن خلف وجميل بن الحسن قالا حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر
وحدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس جميعا عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال ترك الناس التأمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين. حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي قالا حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آمين فسمعناها. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي حدثنا مروان بن محمد وأبو مسهر قالا حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين. حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحالي بهما منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه وإذا ركع صنع مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد. حدثنا هشام بن عمار حدثنا رفدة بن قضاعة الغساني حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحالي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحالي بهما منكبيه فإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فاعتدل فإذا قام من الثنتين كبر ورفع يديه حتى يحالي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح بن سليمان، حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه، ثم رفع حين كبر للركوع، ثم قام فرفع يديه، واستوى حتى رجع كل عظم إلى موضعه. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا سليمان بن داود أبو أيوب الهاشمي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا قام من السجدتين فعل مثل ذلك. حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي، حدثنا عمر بن رباح عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع. حدثنا بشر بن معاذ الضرير، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، فلما ركع رفعهما مثل ذلك، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوده ولكن بين ذلك. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمقشر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء، حدثنا طلحة بن زيد عن راشد قال سمعت وابصة بن معبد يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عادي عن مصعب بن سعد قال ركعت إلى جنب أبي فطبقت فضرب يدي وقال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى ركب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان
عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرو عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا شريك عن أبي عمر قال سمعت أبا جحيفة يقول ذكرت الجلود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال رجل جد فلان في الخيل وقال آخر جد فلان في الإبل وقال آخر جد فلان في الغنم وقال آخر جد فلان في الرقيق. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر الركعة قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد ليعلموا أنه ليس كما يقولون. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا يديه فلو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن عبيد الله بن أكرم الخزاعي عن أبي قال كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمر بنا ركب فأناخوا بناحية الطريق فقال لي أبي كن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم فأسألهم. قال فخرج وجئت يعني دنوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصليت معهم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد. قال ابن ماجه الناس يقولون عبيد الله بن عبد الله وقال أبو بكر بن أبي شيبة يقول الناس عبد الله بن عبيد الله. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وصفوان بن عيسى وأبو داود قالوا حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. حدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال ابن طاووس فكان أبي يقول اليدين والركبتين والقدمين، وكان يعد الجبهة والأنف واحدة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثنا أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. حدثنا عمرو بن رافع البجلي حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن أيوب الغافقي قال سمعت عمي إياس بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأزهر عن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه، وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع بين السجدتين. حدثنا محمد بن ثواب حدثنا أبو نعيم النخعي عن أبي مالك عن عاصم بن كليب عن أبي عن أبي موسى وأبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقع إقعاء الكلب. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا العلاء أبو محمد قال سمعت أنس بن مالك يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم
إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب، ضع أليتيك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض. حدثنا علي بن محمد، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة، وحدثنا علي بن محمد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن زعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن صبيح عن كامل أبي العلاء قال سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود، وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل وعلى فلان وفلان يعنون الملائكة، فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، فإذا جلستم فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري عن منصور والأعمش وحسين وأبي هاشم وحماد عن أبي وائل وعن أبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن معمر، حدثنا خبيصة، أنبأنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحسين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال وحدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة والأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد فذكر نحوه. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا جميل بن الحسن، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة، وحدثنا عبد الرحمن بن عمر، حدثنا ابن أبي عدي، حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله عن قتادة، وهذا حديث عبد الرحمن عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبع كلمات هن تحية الصلاة. حدثنا محمد بن زياد، حدثنا المعتمر بن سليمان، وحدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا محمد بن بكر قالا حدثنا أيمن بن نابل، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله
التحيات لله والصلوات والطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عامر قال أنبأنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أبدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا عمار بن طالوت، حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حدثنا الحسن بن بيان، حدثنا زياد بن عبد الله، حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاخته عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال فقالوا له فعلمنا. قال قولوا اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليه، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية، حدثني محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم،
ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: حولها ندندن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه. حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي وإسحاق بن منصور قالوا: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها، واليسرى على ركبته باسطها عليها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن ابن الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا بشر بن السري عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. حدثنا علي بن محمد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عبد الله بن عامر بن جرارة، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى قال: صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها، فسلم على يمينه وعلى شماله. حدثنا أبو مصعب المديني، أحمد بن أبي بكر، حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، حدثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. حدثنا محمد بن الحارث المصري، حدثنا يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا أبو بكر الهذلي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم الإمام فردوا عليه. حدثنا عبدة بن عبد الله، حدثنا علي بن القاسم أنبأنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حدثنا أبو كريب، حدثنا إسماعيل بن علية ومحمد بن فضيل وأبو يحيى التيمي وأبو الأجلح عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مئة فتلك مئة باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة؟ قالوا وكيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول أذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، حدثنا سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبي عن أبي ذر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وربما قال سفيان قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق. قال لي ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفدتم من بعدكم تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحونه وتكبرونه ثلاثا وثلاثين وثلاثا وثلاثين وأربعا وثلاثين. قال سفيان لا أدري أيتهن أربع. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب، حدثنا الأوزاعي، وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي حدثني شداد أبو عمار، حدثنا أبو أسماء الرحبي، حدثني ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال أمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن جانبيه جميعا. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، وحدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان في نفسه جزءا يرى أن حقا لله عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره. حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ثم يلبث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. حدثنا هشام بن عمار،
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع الإقامة. حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي المليح قال: خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي: من هذا؟ قال: أبو المليح. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح: صلوا في رحالكم. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا الضحاك بن مخلد عن عباد بن منصور قال: سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم جمعة يوم مطر: صلوا في رحالكم. حدثنا أحمد بن عبده حدثنا عباد بن عباد المهلبي حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: نادي في الناس فليصلوا في بيوتهم. فقال له الناس: ما هذا الذي صنعت؟ قال: قد فعل هذا من هو خير مني، تأمرني أن أخرج الناس من بيوتهم فيأتوني يدوثون الطين إلى ركبهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبي قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم، فلا يضره من مر بين يديه. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تخرج له حربة في السفر فينصبها فيصلي إليها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يبسط بالنهار ويحتجره بالليل يصلي إليه. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا حميد بن الأسود حدثنا إسماعيل بن أمية وحدثنا عمار بن خالد حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي، فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه. قال سفيان: فلا أدري أربعين سنة أو شهرا
أو صباحا أو ساعة. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري يسأله: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي كان لأن يقف 40. قال: لا أدري 40 عاما أو 40 شهرا أو 40 يوما خير له من ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم 100 عام خير له من الخطوة التي خطاها. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة، فجئت أنا والفضل على أتان فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس هو قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، حدثنا جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. حدثنا جميل بن الحسن، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والكلب الأسود. قال: قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. حدثنا أحمد بن عبدة، أنبأنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى أبو المعلى عن الحسن العرني قال: ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب والحمار والمرأة، فقال: ما تقولون في الجد؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جد يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتل فإنه شيطان. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال والحسن بن داود المنكدري قالا: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. وقال المنكدري: فإن معه العزة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. حدثنا بكر بن خلف وسويد بن سعيد قالا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها قالت كان فراشها بحيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه وربما أصابني ثوبه إذا سجد. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث والنائم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع والسجود، وإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن دارم عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بدنت، فإذا ركعت فاركعوا، وإذا رفعت فارفعوا، وإذا سجدت فاسجدوا، ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن ابن عجلان وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود، فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو قتيبة حدثنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. حدثنا أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب حدثنا محمد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن عطاء عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي حدثنا أبو بكر بن عياش عن محمد بن عجلان عن أبي سعيد المقبري عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي، فإن الشيطان يضحك منه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاة من الشيطان.
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عمران عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، يعني بعدما يفوته الوقت، ومن اعتبد محررا. حدثنا محمد بن عمر بن هياج حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الربيع بن بدر عن أبي عن جده عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا شرحبيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه. حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي فأقامني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الوهاب حدثنا حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الانصراف قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح حدثنا أبو حازم قال كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له تفعل ولك من القدم ما لك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن،
فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء يعني فعليه ولا عليهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أم غراب عن امرأة يقال لها عقيلة عن سلامة بنت الحر أخت خرشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم. حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهني فحانت صلاة من الصلوات فأمرناه أن يؤمنا وقلنا له إنك أحقنا بذلك، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب فالصلاة له ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني لأتأخر في صلاة الغداة من أجل فلان لما يطيل بنا فيها، قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا أحمد بن عبده وحميد بن مسعدة قالا حدثنا حماد بن زيد أنبأنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز ويتم الصلاة. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه صلاة العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال له معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال سمعت عثمان بن أبي العاص يقول كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة. حدثنا علي بن إسماعيل حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص أن آخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وإني أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم لوجد أمه ببكائه. حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن يشق على أمه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة
عن جابر بن سمرة السوائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، وحدثنا نصر بن علي، حدثنا أبي وبشر بن عمر قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنا سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدر. قال: فرأى صدر رجل ناتئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللثاني مرة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت طلحة بن مصرف يقول: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت البراء بن عازب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد، حدثنا أبو قطن، حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا أنس بن عياض، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. حدثنا أحمد بن عبده، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها.